من كل قلبي عايز أشكر ربنا على الطريقة اللي استخدم بيها حلقات مدرسة المسيح لربح وتشجيع وبناء حياة الكثيرين بمختلف طوائفهم. لما جاء المسيح ودعا بطرس وأندراوس أن يتبعاه قال لهم كده: هلم ورائي فأجعلكما صيادي الناس. دعاهم أن يكونوا تلاميذ، وعدهم أن هو حيصنع منهم خدام حقيقيين يؤثروا ويربحوا الكثيرين لملكوت السماوات. أصلي أن ربنا يستخدم الحلقات اللي جاية دي تحت عنوان حياة الخادم لتصنع خدام حقيقيين بنعمة الله يعيشوا بأمانة لمجد الرب. آمين. أحبائي المشاهدين، أحبائي الجالسين في هذا المكان الجميل المستمتع فيه بالحوار والمناقشة معا، أرحب بكم في حلقة جديدة في رحلتنا حوالين حياة الخادم. وصلنا وإحنا بنتكلم عن مش بس أنه ابن وأنه تلميذ، لكنه خادم يخدم، يرعى الآخرين، ينفق وينفق من أجل الآخرين، يحدث تأثير إيجابي في حياة الآخرين. تكلمنا عن أن مفتاح الخدمة التجسد، وأن دي مش بس المسيح صنعها، لكن دي الفلسفة، ده المبدأ، دي القيمة اللي بولس اتكلم عنها، ليكن فيكم هذا الفكر. وبعدين اتنقلنا إلى الجزء العملي جدا من هذه الدراسة اللي هي موضوع المواهب والوزنات والخدم، واتفقنا على حاجتين: أن فرق الكتاب ما بين الموهبة والخدمة، صح كده؟ والنتيجة بتاعة الخدمة عمل يمجد الله، واتفقنا أن بحسب كل موهبة بنخدم الله، فالخدمة مبنية على الموهبة، وأن في دايما ثلاث حالات: حد ما عندوش وعايز، وحد عنده ومش عايز، وحد عنده وعايز. إن شاء الله نبقى كلنا عنده وعايز عشان خاطر نعرف نخدم الرب وإحنا بسرور وفرح وتأثير إيجابي. وبعدين فردنا الخريطة في الجدول اللي حطيناه أمام حضراتكم ده المرة الماضية، وابتدت نسأل، وبعدين ما كانش عندنا وقت نكمل الأسئلة بتاعتنا، فقلنا إذا جمعنا الثلاث أجزاء الكتابية المشهورة اللي في روميا وفي كورنثوس وفي أفسس وحطناهم مع بعض هنطلع بالجدول ده. ده كلمة كلمة متاخدة من الأجزاء الكتابية بس حطناها تحت هذا الجدول، وقلنا في مواهب طبيعية فائقة للطبيعة، وبعدين في خدم، والخدم نقدر نقسمها إلى ثلاث أقسام، يعني تقسيمة وظائفية ليس أكثر: خدمة الكلمة، خدم المساعدة، خدمة السلطان والتأييد الإلهي للكلمة المقدسة. وكان في شوية كده أسئلة، خلوني أقزح زنة صغيرة كده وبعدين أكمل الأسئلة، لأن برضو اللي هقوله غالبا هيفتح مجالات أكتر للأسئلة. إذن اتفقنا أن المواهب اللي سميناها أيا كان وزنات، يعني ربنا ائتمنا على إمكانيات بها نخدم الله، نوعين: مواهب طبيعية وبنقول هي عطية من الله موجودة في كياننا البشري ومرتبطة بشخصيتنا بالدي إن إيه بتاعنا اللي إحنا بنحمله في داخلنا، فدي جزء من الشخصية بتاعتي. وفي مواهب فوق الطبيعية ملهاش علاقة بشخصيتي، لكن دي عطية من الروح القدس، هي عشان كده سماها كتاب مواهب الروح، فدي مواهب الروح، وقال قاسما بمفرده هو لوحده لكل واحد منا كما يشاء. أنا ما بنقيش، أنا ما بقولوش اديني دي وما تدينيش دي، لا دي عجباني، ما مش هي مش سوبر ماركت بروح أنقي اللي أنا عايزه خالص، لكن دي يعطيها الروح القدس كما يرى لمن يشاء عشان خدمة ربنا عايزني أقوم بيها. الفرق مهم قوي بين الحاجتين دول، إن المواهب ديت هنجدها في ناس غير مؤمنين بس بتستخدم مش بقوة الروح القدس ومش لمجد الله، لكن لما أنا بقبل المسيح وبمتلئ من الروح القدس، الروح القدس بياخد المواهب ديت ويمسحها بالمسحة الإلهية عشان تقوم بالعمل الإلهي الذي يمجد الله ويبني حياة المؤمنين. الحاجة الثانية الفارق ان المواهب دي ثابتة، دي موجودة، وبعضها موجود ومدفون زي ما قلنا الدور فات، وممكن اكتشفها مع الوقت، وممكن تبقى واحدة واثنين وثلاثة واربعة، مظبوط، زي ما واحد خد وزنة وخد اثنين وخد خمسة، مش كده؟ فبيقول الكتاب ان الوزنات مش دايما واحدة، ممكن تبقى اثنين وممكن تبقى خمسة، والبعض بيزعل لو عنده واحدة،
مع ان ده يخفف عليك العبء حبيبي، مفروض تبقى مبسوط انهم قليلين. واللي عنده خمسة ده اعباءه كتير قوي، لانه يعني هيتبهدل لانه بيشغل خمس مواهب في ذات الوقت، طبعا ده عبء شديد جدا عليه. فمش الميزة ان يبقى عندي كتير، الميزة ان يبقى عندي الموهبة ديت وتسقل وتمسح بالروح القدس فتستخدم الاستخدام الافضل لمجد الله. المواهب الروحية دول تسعة اتكلم عنهم الكتاب، اللي هم فائقة للطبيعة، وممكن تبقى بعضها مواهب دائمة موجودة طول الوقت، وبعضها تبقى مواهب غير دائمة تعطى عند الحاجة وتبقى مش موجودة بعد كده، وممكن تبقى واحدة وممكن تبقى اتنين وممكن تبقى تلاتة برضو، فاهم قصدي؟ فالفرق هنا دي موهبة قائمة لكن دي مش شرط تبقى مستمرة، ودي تعطى عند الحاجة لكن دي موجودة طوال الوقت، مش كده؟ فالفرق بينهم مهم نفرق ما بين الاثنين دول. هل أنا ممكن يبقى عندي من ده ومن ده؟ أكيد أكيد. ولما نبص على واحد زي بولس الرسول لو كان برنابة أو بعض الشخصيات اللي هنلاقي عنده من ده وعنده من ده، وده بحسب الوظيفة. في وظائف بتحتاج مجموعة من المواهب، زي ما بقول عن الرسول، اتنين رايحين في حتة فالاتنين دول مفروض يعملوا كل الوظائف، مظبوط؟ يبقى لازم يبقى عنده كل واحد منه على الأقل خمسة ستة من المواهب ومن الطبيعية وغير الطبيعية، لأنه حيبشر وحيعلم وحيتلمز وحيرعى، مش كده؟ وفي النص لازم تبقى في آيات وعجائب يعني، ويبقى كويس لو في كلام علم، ولو كويس يبقى في كلام حكمة. يعني إذن العمل اللي حقوم به هو اللي بيتطلب مجموعة من المواهب والوزنات اللي ربنا بيديني بيها. بعض الوظائف مش محتاجة مواهب كتيرة، ممكن تكون محتاجة موهبة واحدة، واحد هيقوم نتكلم بالتفصيل، واحد شغلته التدبير ممكن بالكتير قوي يبقى عنده موهبة التدبير، ويمكن يبقى عنده كمان كلام حكمة، لكن أغلب الظن مش محتاج لكلام الحكمة لكن محتاج لموهبة التدبير، ودي موهبة طبيعية مش فائقة للطبيعة. ففي بعض الوظائف عايزة موهبة واحدة طبيعية أو خارقة للطبيعة، وبعض الوظائف محتاجة لأكثر من موهبة طبيعية ومعها مواهب فوق الطبيعية. واضحة الفكرة دي؟ فعشان وحنشوف بعد شوية وحنا نتكلم عن المواهب وعن الخدم ديت إزاي هنا ممكن موهبة واحدة بتقوم بخدمة واحدة لكن خدمة معينة محتاجة لمواهب متعددة. أرجو أن التفرقة دي تكون واضحة في أذهان، مش دي أعظم من دي، لأن أغلب الوظائف الكنسية هنشوف بعد شوية معتمدة أكتر على المواهب الطبيعية من المواهب الفائقة للطبيعة. العمل المستديم في خدمة الله قد يكون محتاج أكتر للمواهب الطبيعية عن المواهب الخارقة للطبيعة. دي ليها احتياج؟ أكيد دي ليها احتياج، أكيد مع المحتاج، أكيد ما فيش حاجة ملهاش لازمة وإلا ما كانش ربنا أصلا عملها ولا أعطاها لا للمؤمنين في العهد الأول الكنيسة أو في العهد الأخير الذي نعيش فيه الآن. واضحة الفكرة دي؟ طيب أي أسئلة في الجزء دوت؟ الرسمة دي برضو بتفهمنا الفكرة دي، ان المواهب الطبيعية اللي بنسميها وزنات لها خدمة، المواهب فوق الطبيعية والمواهب الطبيعية بيبقى ليها خدمة، زي ما قلت احيانا بنحتاج لده مع ده واحيانا بنحتاج ده لوحده فقط. واضحة؟ فالرسمة دي برضو بتساعدنا للصورة المتكاملة ديت. اخر حاجة هقولها برضو قبل ما نخش في التفاصيل، فأسمع الأسئلة وبعدين هنخش في التفاصيل التفصيلية. مجال الخدمة scale of ministry، الخدمة اللي أنا بقوم بيها ديت لها ثلاث مجالات، هنشوف ده في الكتاب المقدس كمان بوضوحه في الواقع الحياة العملية. المجال الأول على مستوى الفرد، يعني مثلا الكارز، في كارزين هيلين بيصطادوا بالصنارة فبيصطلعوا إيه واحد واحد، صح؟ بيشتغلوا عمل فردي، هيلين في العمل الفردي وبيربحوا أعداد كبيرة جدا من الناس على مستوى العمل الفردي. وفي مبشرين هايل لما بيصطاد بالشبكة، مش كده؟ بيعرف يكلم الخطاة وبيوصل لهم وبيقدر يلم بأعداد كبيرة جدا، ويمكن الشخص ده على المستوى الفردي مش قوي مؤثر. وفي ناس على المستوى الفردي هايلين لكن ما عندوش موهبة الوعظ اللي تجعله مبشر جماعي، مظبوط كده؟ ففي فرق ما بين الفردي والجماعي. وعندنا بعد ثالث المجموعة، احنا قلنا دايما في التلمزة علاقة شخصية جماعة مجموعة جماعة، فاكرين الثلاث محاور دول؟ طول الوقت هنلاقي ده على مستوى الخدمة نفس الحكاية. ممكن واحد معلم
يبقى شاطر قوي انه بيشرح للحد الحاجه ويجاوب على اسئلته. لو حطيته وسط مجموعه ما بيعرفش يشرح للمجموعه. في ناس شاطره قوي في الدروس الخصوصيه، دروس خصوصية حين تتحول لمجموعة كده شوية عيال يتلموا مع بعض، طلبة وواحد يدرسهم كله، ممكن ما يبقاش يعرف يتكلم مع 10-15 واحد، لكن يعرف يدرس واحد. وفي واحد يعرف في محاضرة فيها 1000 واحد يشد الانتباه ويشرح ويوضح جدا، لو حطيته في مجموعة صغيرة ما يعرفش، لو حطيته الواحد لوحده ما يعرفش. فاهمني عايز اقول ايه؟ فدايما حاجة اسمها scale of ministry، مجال خدمتي، ممكن تبقى خدمتي فردية وتفضل فردية. انا كده مش هجيب ناس كتير، بالعكس ممكن تجيب عن طريق الفرد ناس كتير قوي، ممكن بالصناره تصطاد اكتر من واحد ما بيعرفش يصطاد بالشبكه وطول النهار الشبكه طالعه فاضيه، صح؟ فانا لازم مش بس اميز موهبتي، لازم اميز مجال استخدام الموهبه بتاعتي ديت. انا شاطر على المستوى الفردي، على مستوى المجموعه، على مستوى جماعة. ممكن واحد راعي يقدر يرعى مجموعة هايل، وده أكتر واحد بيعرف يعمل تلمذة. الراعي هنشوف أكتر واحد بيعمل تلمذة، لأنه أكتر واحد يعرف يعمل تلمذة للمجموعة هو الراعي، هو الراعي. لكن هل يرعى جماعة كبيرة؟ ممكن ما يعرفش يرعى جماعة كبيرة، ما يعرفش يرعى جماعة كبيرة، مش ناظر، مش إبسكوبوس، ما عندوش الصورة الكبيرة اللي فيها يرعى جماعة كبيرة وإزاي يقسمها المجموعات زي مثلا موسى، وإزاي يقسم الناس إلى ألوف ومئات وبعدين وصل في الآخر إلى 50. واضحة الفكرة اللي أنا عايز أقولها؟ ففي حاجة اسمها الموهبة، الخدمة، ومجال الخدمة، وعندنا 3 مجالات: المجال الفردي، المجال على مستوى مجموعة، المجال على مستوى جماعة. واضح؟ والجماعة دي 1000 أو 10,000 مش هتفرق كتير، لأن خلاص خرجت من إطار إيه؟ مجموعة. وانس خرجت من إطار مجموعة بعرف أكلم 1000، يبقى أقدر أكلم 10,000، خلاص الموضوع بقى جماعة أو مجموعة أو فرد. فلازم أميز مش بس الموهبة بتاعتي، وبالتالي الخدمة إيه؟ مجال خدمتي، أنا شاطر في إيه؟ فأني مجال من التلاتة دول. ممكن يبقى التلاتة ماشي، ممكن يبقى واحدة منهم هايل، المهم اكتشاف الحقيقة عشان أعملها بكفاءة وبإنتاج هائل لمجد الله في الملكوت. ماشي الكلام؟ قبل ما نخش في التفاصيل قولوا لي بقى إيه الأسئلة اللي عند حضراتكم في هذه المقدمة. تفضل بس ما تزود 3 ماشي. السؤال الخفيف الأول، أنا ملخبط ما بين المواهب الطبيعية والمواهب اللي فوق طبيعية شوية، وانت قلت ان الكنيسة محتاجة للطبيعية اكتر، انا مش عارف سمعت كده ولا والاغلب الخدم اغلبها ممكن تكون محتاجة لدي اكتر، فهم قصدي؟ ده مش معناه ان التانية اقل اهمية. على فكرة بالمناسبة يعني كده دي الليستة اهي بتاعت المواهب الطبيعية فوق الطبيعية. ماشي تخانق تفضل. كان مفهومي ان لا، الكنيسة محتاجة للمواهب اللي فوق طبيعية وبالذات في الزمن دوا اكتر اكتر. ده مفهومي، يعني مش عارف مفهوم صح او غلط، بس اللي انا حاسس بيه الزمن ده ان الكنيسه محتاجه زي الكنيسه الاولى. بالظبط عندك حق، بس عايز اقول لك حاجه، ان في مدن بولس راحها ولم يستخدم مواهب فوق طبيعيه، وفي مدن تانية استخدم مواهب فوق طبيعيه زياده. فمن المكان والزمان هو اللي بيحدد. فممكن تقول المكان الزمان ده محتاج، ماشي موافق معاك، لكن في العمل المستديم داخل الكنيسه لبناء المؤمنين، أنا محتاج أكتر المواهب فوق الطبيعية ولا الطبيعية؟ طبيعية، مش كده؟ أنا محتاج بره الكنيسة في الوصول للمجتمع أكتر ممكن المواهب فوق الطبيعية. فإذا المكان والزمان بيحدد الاحتياج. موافقك المكان و أنا موافقك. ماشي حبيبي أوكي. السؤال الثاني، أنت قلت الثالث كده الثالث بنعد وراك. معلش أنت قلت وده الحقيقة، يعني ده الواقع، ان الخادم قبل ما يكون خادم لازم يكون عنده موهبه. كويس، ده بيحصل، يعني اللي بيحصل في كنيسنا الوقت ده او الزمن ده عكس كده، ان انا بكون خادم من غير ما يكون عندي موهبه. ممكن تكون محسوبيه، ممكن تكون مجامله، ممكن تكون ما هو هيخدم ايه، ابويا حطني في كليه اللاهوت عشان عايزني اكون قسيس، تمام، وبيت قسيس. كويس، السؤال صعب. استنى بس دي واحدة، القسيس ده خدمة ولا ترتيب كنسي؟ ترتيب كنسي، عشان ما نلخبطش. اتفقنا ان في فرق بين الترتيب كنسي، فرق بين الخدمة، فرق ما بينها وما بين الموهبة، صح؟ ماشي كمل. بس اللي هو صاحب الترتيب دوا
القسيس ده ما هو بيعمل كل حاجة، وبالذات في الزمن ده بيبقى معلم، بيبقى واعظ، يعني بيشيل شيلة ممكن ما تكونش بتاعته. هي ده الصح؟ لا مش صح طبعا. والنتيجة ايه؟ النتيجة بتضيع الدنيا. لأننا بنعمل ايه؟ بنعمل بعمل خدمة ما عنديش موهبتها. أيوه. كويس. القسيس المفروض يبقى عنده جميع المواهب صح؟ لا، حسب الموهبة اللي عنده هيقوم بيها. هيقوم بيها، لكن لما بيقوم بكل الأدوار وما عندوش المواهب ديت الخدمة بيحصل لها ايه؟ بتفشل. أيوه. فالنتيجة الطبيعية بتفرز يا جماعة، بتقول لنا اللي بعمله ده صح ولا غلط. العمل اللي هو النتيجة بتقول لي أنا استخدمت الموهبة في مكانها الصح ولا لا، بدليل إن العمل ما تعملش. فاهمني؟ فالواقع ده بيقول إحنا مش ماشيين طبقا للي قاله الكتاب، فالنتيجة ما فيش إيه؟ عمل حقيقي مجد الله. موافقك. فين السؤال؟ إزاي؟ أيوة. وده صعب. أيوة. أغير الواقع ده وسط الخدمة، وسط الكنائس، وسط المجتمع اللي أنا امتلكت ثقافة مش ثقافتي. إزاي؟ عن طريق الدراسة ديت، وعن طريق مدرسة المسيح، وعن طريق ما احنا بنعمل ده ليه؟ احنا بنعمل ده ليه؟ عشان ننور الإسماعيلي، ننور المحكمة. ما احنا ما عشان كده الدراسة والفهم هو السكة يا جماعة. ما الفاهمون يضيئون كضياء الجلد. هلك شعبي لعدم المعرفة. احنا مش عارفين فبنلخبط، مش كده؟ فانا متصور ان الراعي ده مفروض يعمل كل حاجة، فاهم؟ حتى يجمع العطا، وحتى يبقى امين الصندوق، يعني عكس خرص النظام، فاهم قصدي؟ فاحنا بنعمل معجنة النتيجة بتاعتها كوارث، كوارث. ماشي، تفضلي نمشي بالترتيب كده. راح الدور عليك، رفعت ايدك متأخر. ماشي كده، تفضلي. طيب قسيس، احنا مش هنخلص سنتنا، احنا ورانا ايه؟ يلا نعمل حلقات. يلا. عايزة اتأكد ان انا فهمت حاجة صح، وعندي سؤال. ده معناه انه ينفع جدا انه في ظروف معينة لأداء خدمة معينة روح القدس يدي موهبة معينة علشان الوقت ده لخدمة معينة، متبقاش دي الموهبة الموجودة معايا طول الوقت؟ موهبة روح القدس. طبعا. اوكي. طيب سؤال تاني بقى، ايه علاقة المواهب بالملء بالروح القدس؟ يملء بالروح القدس دي بروسيس بمشيها طول حياتي، فهل المواهب بستقبلها وكل ما ببقى متاح قدام ربنا اكتر وروح القدس بيملاني بعرف استخدمها اكتر، ولا بيديني هو مواهب تانية مختلفة؟ طبعا احنا قلنا ده في مدرسة المسيح في باب الروح القدس، بس الإعادة إفادة، يعني الإعادة إفادة. الملء له بداية محددة، اختبار الملء له بداية محددة، صح كده؟ قبله أنا مش ممتلئ، بعديه أنا امتلأت بروح القدس. ممكن أفقد الملء ده وبحتاج أجدده. المواهب الروحية التسعة مش بتعطى غير للي امتلأ بالروح القدس، اللي اتعامل بروح القدس يقدر يستقبل هذه المواهب. المؤمن اللي مش ممتلئ بروح القدس، اللي ما اختبرش الملء، مش يقدر يستقبل المواهب ديت، لان دي مواهب الروح. اذا الروح ما خدش سيطره كامله عليا مش هيقدر يدهاني، لان دي مواهب الروح القدس، دي مش حاجه بيسلفهاني، دي مواهب الروح القدس، فتعطى عند الامتلاء من الروح القدس. ولما بفقد الملء مرات بفضل امارس حاجات منها بس مش من الروح القدس، واشهرها الالسنه. ناس كتير بتفقد قوه الملء وبتفضل تكلم بالسنه، بس دي السنه مش من الروح القدس، هم حفظوا الألسنة فبيقول كلام مش من الروح. فمرة تانية، لما أنا بمتلئ من الروح القدس بيبقى عندي إمكانية أني أستقبل مواهب الروح القدس. أنا طفيت الروح، المواهب دي فاعليتها بيحصل لها إيه؟ بتروح، لأن دي مواهب مين؟ دي مواهب الروح القدس. واضح اللي بقوله؟ أنا امتلأت من روح القدس ومستمر بعيش حياة الملء، مش بنمو في الملء، أنا بستمر في حياة الملء، أنا مفتوح دايما أني أستقبل من الله أي موهبة يعطيني إياها، ولو كانت موهبة مستديمة هتفضل الموهبة ديت بتعمل بقوتها لأن أنا ممتلئ من الإيه؟ من الروح القدس. نفس فكرة المواهب الطبيعية، أنا عندي موهبة طبيعية وربنا مسحها عشان تبقى مؤثرة، كويس؟ لما امتلأت مسحها،
فالمسحة دي هي مسحة الروح القدس اللي مسح الخدمة دي بالزيت الإلهي اللي جعلها يعني قوية وفعالة ومؤثرة في حياة الناس، مش كده؟ انت بتسمعي واعظ مؤثر جدا وواعظ عنده موهبة واعظ عظيمة ومش مؤثر، يعني انا كتير اقول للإيمان مثلا فلان ده واعظ، تبصي لي كده تقول لي ازاي يعني، يعني مش مؤثر، لا هو واعظ يعني بالورقة والقلم كده قلت عنده موهبة الواعظ، ده هو ده واعظ ابن لذينة، لكن مش مؤثر. ليه؟ لانه مش ممسوح، مش ممسوح. فلو انا الروح القدس ملاني وانا عندي موهبه الوعظ فبقى ده يستخدمها وبقت مؤثره وبعدين انا طفيت الروح، التاثير ده هيعمل ايه؟ هيروح هيفقد. انا رجعت امتلأت، التاثير ده هيرجع ايه؟ هيرجع. عشان كده دي مواهب الروح القدس، بيستخدم مواهب الطبيعيه بيمسحها فبتبقى فعاله ومؤثره وخارقه، او بيديني مواهب خارقه بستخدمها. البعض زي ما قلت خد مواهب خارقه للطبيعه وعاش ممتلئ في فضله المواهب ديت شغاله، والبعض طفأ الروح والاخر وعك بيفضل يأكت كانه عنده الموهبه، ولان الناس اتعودت عليه بيبقى فاكرين ان المواهب دي ممسوحة. ودي واحدة من اكتر المشاكل اللي بتحصل لما ناس عندها موهبة زي موهبة العلم او موهبة النبوة، تفضل تاخد كلام الراجل ده بجدية وهو لم يعد من الروح القدس، بقى كلام ابن مخه. فبنضيع الناس. كده كتاب قال دايما بنمتحن كل حاجة خارقة، لازم نمتحنها، امتحنوا النبوات، لازم نمتحن النبوات. ده فلان ده قال كلام مش عارف ايه وطلعت بالنص، تاني مرة ممكن يبقى اي كلام يا عبد السلام، فاهم؟ لانه ممكن يتنبأ بس مش من الرب. فعشان كده لازم امتحن. انا بجاوبك ولا بقول في حتة تانية؟ بجاوبك كده؟ ماشي الحمد لله. ماشي تفضلي يمشي بالدور. ايوه ماشي اوكي. طب انا عندي سؤالين. اول واحد انه في الثلاث حالات اللي حضرتك ذكرتهم، انه لو شخص عنده الموهبه وبيحب الخدمه، هل كل شخص عنده الموهبه وبيحب الخدمه هيخدم؟ يعني هل في لو هو ابن وتلميذ؟ اه اوكي. يعني لكن مش مجرد عندي موهبه وبحب الخدمه دي فيلا روح. دي المشكله بتاعتنا، اننا بنعطي الخدمة لأناس موهوبين وبيحبوها وهما مش تلاميذ. معش كده اتفقنا أنا عايز أبقى ابن وبعدين أبقى إيه؟ تلميذ، وبعدين أبقى إيه؟ خادم. أوكي. سؤال التاني والأخير، إنه المواهب الطبيعية ساعات بتستخدم مش في مكانها، أو يعني مش عارفة تتقال إزاي، أرواح أخرى يعني تستخدم غلط، هل الفوق طبيعية برضو تستخدم بشكل مش بيمجد ربنا؟ ايوه بس من روح القدس، مش من روح القدس، مش من روح القدس. والمواهب ديت اللي فوق طبيعي اللي مش اللي فوق الطبيعه موجوده احيانا، يعني مثلا الكلام العلم زي روح العرافه. مظبوط. الست بتاعت العرافه دي ما هي نفس الفكره بالظبط. هي روح عرافه معنى عارف اللي جواك وعارف اللي حاصل معاك، ابليس عارف فبيقدر يدي روح عرافه. وكلام العلم هو من الله مش كده؟ فدول يشبهوا بعض، بس ده ابليس وده الروح القدس. ففي بعض الاحيان بيبقى فيه فاكرين لما موسى راح ورمى العصاية وبقت تعابين، هم رموا العصيان، ففي قوه العالم الروحي عنده قوه خارقه، لكن بعد شويه قالوا ده اصبع الله. احنا عندنا الشياطين اللي معانا عندها امكانيات خارقه بس مش ده ربنا، فاهماني؟ واضح؟ ماشي واضح. انا بجاوبك كده ولا تمام. انا في البايب اوكي ثانك يو تفضل. وهنلف تاني كده، احنا ما ورناش حاجة يعني الحلقات مجانا، يعني ما بنصرفش حاجة، يعني المفروض تدفعوا تمن الحلقات بتاعت ال تفضل تفضل. معلش بس انا عندي ثلاث اسئلة بس ممكن كده تفضل. انا عندي السؤال الاولاني، هو لازم استخدم كل مواهبي؟ يعني انا دلوقتي مثلا عندي كذا موهبة او مواهب كتير، انا حاسس ان ممكن اتشتت منهم ويبقى التأثير لأنه المجهود متقسم على المواهب مختلفة، ممكن التأثير يروح لأنه أو هيبقى تأثير بسيط. فهل أنا محتاج أنمي نفسي في كل المواهب اللي عندي، ولا ممكن أركز في حاجة وهتبقى هي دي اللي ربنا يستخدمها إن أنا أوصل لناس كتير؟ سؤال جميل قوي. ممكن نجاوب واحد واحد ولا عايز تقول الثلاثة يعني؟ ماشي عشان الناس ما تتلخبطش. واحد واحد.
ده صحيح أنا ممكن يكون عندي أكتر من موهبة. وبعد ما نعمل الدراسة دي وتعمل الشيت وتجاوب هتطلع بتاع. بس في واحدة هتبقى 9 من 10 في واحدة 6 من 10. هي موجودة 6 من 10 معدية 5 بس هي مش 9 ماشي؟ عادة ربنا في الأول في بداية حياتي بيبقى عايزني أشغل كل المواهب لأن أنا من خلال تشغيلي للمواهب دي بعرف أنا عندي إيه وما عنديش إيه. وبعرف إيه عالي وإيه مش عالي. بس كل ما بكبر كل ما بيحصل إيه تركيز إن المواهب الأعلى عندي هي اللي ربنا عايز يستخدمها أكتر عشان يعمل بيها حاجة. في الطب لما بنتخرج بنعمل حاجة اسمها امتياز. بنلف على جميع قطاعات الطب البطنة والجراحة والنساء والمش عارف إيه والجلدية والآخر. فبمارس كله عشان أعرف الآخر هو إيه اللي أنا بحبه وأعرف أعمله واللي أذاكر فيه. ففي البداية بتبقى في نوع من كده ربنا بيعديني على اللي أنا متهيأ لي عندي عشان أعرف فين اللي بعرف أعمله وبحب أعمله وده اللي حيت التركيز. ممكن دوري بعد كده ربنا اللي يبقى دايما عندي وظيفتين. ممكن أبقى واعظ ومعلم وأفضل واعظ ومعلم مع أن أنا يمكن التعليم عندي أعلى من الوعظ بس يمكن الاحتياج يخليني أفضل واعظ ومعلم مش كده؟ فربنا عنده خطة عارف وعايز يعمل إيه وعارف مديني إيه عشان إيه. أنا عايز أمشي مع مين؟ مع ربنا. فضل. لكن لو اتأكد مثلا أو أنا فهمت أنه أنا عندي موهبة كذا وكذا وكذا فهل الثلاثة لازم يكونوا مكملين ولا ممكن ربنا يكون ما نقول بعد كده التخصص بيخلي في واحدة منهم بتتحط على جنب لأن مش ده في غيري بيعرف يعملها أحسن مني أوكي. ليه أنا بعملها بالذات لما بنحول إلى فريق في الأول إحنا عددنا قليل فبنشغل كل اللي عندنا وده بيمطنا جامد قوي. لما الفريق بيزيد بشايف إن فلان في التدبير أحسن مني أنا ليه بدبر فلان أحسن مني في الرعاية وإن ليه أنا بعمل الرعاية مع ده ما سيبه هو اللي يرعى. فاهم اللي عايز أقوله؟ فكل ما بنكبر كل ما تخصصنا بيزيد. كل ما في الأول زي ما قلت كل ما كلنا بنستخدم كل اللي معانا لأن عددنا قليل والاحتياج كبير. طيب فاللي هو كورنثوس الأولى 12 بيقول إنه في واحد كذا واحد كذا واحد كذا يعني هل برضو أمسك حاجة واحدة؟ ده بقى العكس يعني هل لازم أمسك حاجة واحدة يبقى هي دي اللي على الموهبة اللي عندي ولا ممكن بقى يبقى عندي كتير؟ ما اتفقنا ما ده السؤال الأولاني. هو المثل هو اللي خده معكوس. هو خده بيقول إحنا محتاجين بعض. المثل اللي خده فكرة الجسم كويس. هل لأن الرجل مش عين مش محتاج لها ما أنا محتاج لها؟ هل لأن الإيد مش ودن أنا مش محتاج لها ما أنا محتاج الودن ومحتاج الإيد؟ فبيقول إحنا في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة وليس لكل الأعضاء عمل واحد لكننا في الآخر نحن جسد واحد محتاجين بعض وكل بحسب ما أخذ موهبته بيخدم الباقي. روعة المثل ده إن جميع الأعضاء اللي في الجسم اللي موجودة ديت بتخدم الآخرين محدش فيها بيخدم نفسه وبيخدم من كل الآخرين. في واقع الخدمة العين بتشوف بس الودن بتسمع بس. فأنت ده قصدك يعني يبقى عندي في الآخر خدمة واحدة بس؟ مش شرط مش شرط لأن زي ما بنقول عندي 5 وزنات هعمل 5 حاجات عندي 2 هعمل 2 ويمكن وأنا بكبر الخمسة دول يتركزوا في حاجتين أكتر هم اللي أنا شاطر فيهم. في الأول هشغل كل اللي عندي. المثل اللي خده مثل يوحي بأنه كل حاجة بتعمل إيه؟ حاجة واحدة. بس هي الإيد ما بتعملش حاجة واحدة. الإيد بتوكل وبتكتب وبتضرب يعني بتعمل شوية حاجات كثيرة. فممكن عضو واحد عنده كذا وظيفة. فما ما تاخدش المثل يتطبقه تماما على الحقيقة الروحية. أشكرك. في أي أسئلة هنا؟ تفضل تفضل. فضل لك دقيقة واحدة 30 ثانية تسأل و 30 ثانية نجاوب وإلا هنقفل على أصبعك. عندي سؤالين خليهم واحد دلوقتي عشان نحاول. ماشي. احنا قلنا ان بحسب الموهبه بتكون الخدمه بتاعتي والدعوه بتاعتي. بس لو جينا دعوه حاجه تانية غير الخدمه بتاعتي. لو جينا في فاكرين قلنا الدعوه دي فين؟ فاكرين في الابن فوق خالص. ماشي. لو جينا في الكتابيا هنلاقي ان امثله كتير قوي. مثلا عندي موسى كان مش بعرف يتكلم كويس بس كان مفروض ان هو يروح ويكلم فرعون ويقود الشعب ودي ما كانتش موهبة عنده. يعني هو مش عارف يعني الكلام عنده فيه مشكلة. نيجي برضو مثلا نشوف بولس فبيقول ان
حضوري ضعيف لكن كتاباتي قوية، ومع ذلك هو خدمته ان هو يكون بيكرز وبيبشر وبيتكلم. حضوره ضعيف والكتاباته قوية. اه يا راجل ماشي كمل كمل ماشي. وجدعون مثلا برضو كان عنده شوية مشاكل صغر نفسه وحاسس ان هو الاقل ومش بيعرف يتكلم. ده الوعاظ اللي قاله عنده صغر نفس مش هو. طب ناخد الحتة الأولانية يا جماعة، في فرق ما بين الدعوة وما بين الوظيفة. الدعوة بتاعت موسى اخرج شعبي، دي دعوة، انا جاي اطلع الشعب ده، تعال معايا هنطلع الشعب دوت. قال له طب انا ما بعرفش اتكلم. قال له اخوك يتكلم بالنيابة عنك. طب مش هيصدقوني، فاداله ايات وعجائب عشان يصدقوا. واضح اللي انا عايز اقوله؟ الدعوة حاجة والوظيفة اللي بحقوم بيها حاجة تانية. كويس؟ الراجل ده قائد، قائد جدا، قائد كبير، وكان وتعلم بكل حكمة المصريين، فده very equipped، هو مؤهل جدا لهذا العمل من الحكمة ومن الفهم من الهندسة ومن العلم، فهو مؤهل جدا. وبعدين ده مطلوب قائد، هو هنا قائد مش واعظ، هو مطلوب بعد شوية يبقى معلم مش واعظ، وعنده اللي بيتكلم، فأنا هديك ده بيتكلم، وعنده أخته التانية اللي بترنم، مظبوط؟ ففي فريق هيقوم بالمهمة، أنت عندك دور فيها، الدور بتاعك قيادي، الدور بتاعك إيمان، الدور بتاعك عصا الله التي في يدك، اللي تضرب بيها فتشق البحر، فاهم؟ فربنا أهله بالحاجات اللي يعرف يقوم بيها بدوره في الدعوة، واداله ناس معاه يكملوه في الحاجة اللي هي إيه؟ مش عنده، فين المشكلة؟ فين المشكلة؟ فين السؤال؟ فاهم؟ مين التاني بقى؟ مين التاني؟ بولس بقى. بولس بيقول بقى، بيقول لا ايه؟ لا بيقول بولس انه الرسائل مش عارف ضعيفة وهو قوية، لا بالعكس، بيقول انا انا في حضوري يمكن مش هكترق قوي زي ما انا بكتب كده واترق، بس بعد شوية قال طب انا جاي بقى وحوريكم بقى يا اولاد اللذينة، فاهم؟ لا لا احنا بناخد الكلام مرات يعني من غير المحتوى اللي حواليه، فبالعكس سأعرف مش كلامهم لكن قوة الناس ديت اللي بتضيعكم بتقول لكم الكلام اللي انتم بتسمعوه دوت. فلا يعني هل بولس ما كانش مؤهل بالمواهب للدور اللي هو يبقى رسول؟ لكن عنده كل ما يحتاج بقوة آياته عجائب، بيقول الكتاب أنا رأيت الرب يسوع، يعني اتأهل بكل ما يجعله يستطيع أن يقوم بهذا العمل ويزرع الكنائس حيثما ذهب ويفتن المسكونة، مظبوط؟ ولا إيه؟ ولا إيه؟ بقى اسمه كان عنده صغر نفس، كلنا عندنا صغر نفس الحمد لله، وبعدين ربنا بيعالجنا وبنبقى زي الفل زي 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 جدعون. طيب الحلقه خلصت، معلش سامحوني. طيب الحلقه خلصت، وفرها للمره الجايه، ما احنا مع بعض يعني هنروح فين من من الزمان، وهنجمع عطا ونجمع ثمن الحلقات اللي انتم ماشي. عزيزي المشاهد احبائي اشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقه، اشكركم عشان الاسئله ديت اللي بتحول المعرفه النظريه الى الواقع العملي الذي نعيش فيه، وانا عارف ان انتم بتسالوا مش بس بتسالوا لنفسكم لكن بتسالوا للظروف اللي حواليكم، وده جميل لانكم بتمثلوا الجماهير العريضه اللي بتسمعنا عبر الشاشات. الى ان نلتقي، يسوع معك. مجد المسيح. عايز اشجعك انك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة. الى ان نلتقي، ربنا معك.